ضيفتنا في هذه الفقرة كانت نظرتها للهندسة المعمارية في عام 2008 مجرد حلم، ولكن في عام 2020 تحقق هذا الحلم وقدرت أنها تتخرج كمهندسة الخاصة ما شاء الله تبارك الله، وأحلام هنحاول أن نكتشفها في هذه الفقرة. منورتنا المهندسة مثار منشي، منورة مثار. أهلا بك، بنورك. بداية أكيد نقول لك ألف مبروك التخرج. أعرف إحساس ما يكون واحد عنده حلم وفجأة يحقق هذا الحلم ويوصل الحلم، هذا إنجاز عظيم يكون بالنسبة لي. ولكن سؤالي أبغى أعرف كيف بتفكري في حياتك المهنية الجديدة اليوم كمهندسة؟ تمام. وفي البداية أصلا زمان، يعني قبل في 2008 زي ما حضرتك تفضلتي قلتي، كان بالنسبة لي أنه أبغى أصير مهندسة عشان أغير، عشان أحدث تغيير في الهوية المعمارية عندنا في السعودية. وسبحان الله لما تخرجت ما شاء الله التوجه المعماري يعني بدأ التغيير في المملكة. فدحين حابة بس أنه يعني يكون لي، يعني أكون عنصر فعال في ذات التغيير وأشارك فيه، يعني يكون لي بصمتي في التغيير بما أنه ما شاء الله تبارك الله بدأوا. حلو. تخرجتي، أول ما تخرجتي بديتي عملك الحر، وهذه أشوفها صراحة خطوة جريئة جدا منك، أن أنت اليوم يعني مو تحت مظلة مكتب هندسي، فهذه أيضا نقطة نحتاج نعرف عنها أكثر. دحين الزمن تغير، ما صرنا يعني بس نستنى الوظيفة لما تجينا. فأول ما تخرجت طبعا زي غيري جلست أدور، بس بعدين في منصة اسمها منصة بحر، هي فكرتها إنها تساعد الخريج وكمستقل وكمان تجمع أصحاب المشاريع. فهي بالنسبة لها يعني إنها تسهل عملية التواصل بيننا وبينهم، وفي نفس الوقت بيكون بشكل رسمي موثق، ونحن دحين نقدر نثبت حالنا في مجالنا حتى لو ما كنا يعني موظفين تحت مكتب هندسي زي ما حضرتك قلتي. يمدينا نثبت نفسنا في السوشيال ميديا عن طريق لينكدين وكمان عن طريق المنصات. وفي كمان منصة اسمها منصة ها، نفس فكرة منصة بحر، هي ما بتاخذ رسوم او نسبة من الـ من الـ من الربح بالضبط. فمنصتها نفس الفكرة بس انها للطلاب. حلو والله، يعني حتى فكرة الواحد جميلة لو جدا للخريجين والخريجات وفي نفس الوقت للطلاب. طب اذا كل المهندسين درسوا معايير الهندسة، ليه بنشوف في اختلاف كبير في مستوى التصاميم؟ يعني بيختلف من مهندس لمهندس اخر. تمام. هو في اسباب كثيرة، من ضمنها اول حاجة الفروقات الفردية بين مهندس ومهندس ثاني. ثاني حاجة انه ممكن الذوق، وكمان نفس المهندس مو شرط يعني كل مهندس يكون مؤمن بانه هو يطلع كل حاجه درسها في التصميم، يعني هذه امانه يعني. كمان ممكن التصميم نفسه ما يكون اتسوى بمختص، يعني هذه برضو تصير دائما انه ما يكون اللي صممه مختص، ما يكون مهندس معماري اللي صمم. جميل، قاعدين نشوف بعض من تصاميمك. في الله رجعتيني لايام الجامعه. أيوة قبل بالضبط. قبل 5 سنين تقريبا انا تصميم داخلي وانت مهندسه معماريه، فكانت حياتي زي كذا. حتى كنت لما امشي في الشوارع دائما عيني تروح للمباني ودائما اطالع، والتغذيه البصريه طبعا مهمه جدا في تخصصنا. ولكن هل انت اليوم بتنتقدي اللي بتشوفيه في الطريق؟ يعني بيصير معك انك تقولي ليه لما بنوا هذه العماره او بنوا هذا البيت، لو كانوا حسنوا في التصميم، لو كانوا مثلا استخدموا خامه ثانيه راح تكون جماليه اكثر وافضل لهذا التصميم، لو ابرزوا هذا الجزء بالضبط. هذا الشيء كان بيصير مو بس من دحين، هذا الشيء كمان من ايام ما كنت ادرس، يعني كل ماده ادرسها تاثر على نظرتي للمباني نفسها. فالاستياء انتقد، يعني زي مثلا في مبنى يكون مثلا مايه، يقول ليش مايه؟ لو كذا حيصير تعرضه للشمس اكثر، حيدخلهم حراره اكثر، لو يسمكوه شويه. بعد فتره رحت لقيتهم من جد سمكوه، يعني نفس السقف صار السمك تبعه اكثر، فقدروا يحلوا المشكله. وبرضه يعني زي ما انا قلت بالضبط اللي صار. وكمان في مره زي كذا كنت ماشيه ويعني المدخل تبع المكان صغير، فاول حاجه قلتها انه ليش المدخل 1.20 متر؟ اختي اول حاجه جاب بالها انت كيف قستيها؟ متى رحتي قستيها؟ خلاص انت تعرفي بالنظر. ايوه بالنظر خلاص. إيه صح. وكمان مو بس انتقاد، كمان عارفه اللي يصير تفكيري، يعني انا دحين جالسه بس اطالع في الديكور وزي كذا. كويس يعني. مضبوط. ايش رايك في ديكور الاستوديو؟ لا جنن ما شاء الله. عندك اي انتقاد عادي قولي لي. لا لا ما في انتقاد، ممكن اقوله بعدين. لا عادي قولي على الهواء. في شيء يعني تشوفي كل شيء متناسق، في شيء مو عاجبك، في شيء مو مضبوط عندنا. المدخل. المدخل صغير.
بس لازم هو بابين ترى بس ما نفتح البابين نفتح لا بس باب حتى واحد. العتبة يعني العتبة كبيرة طويلة صح نقول لهم يغيروها إن شاء الله المرة الجاية. طب إيش توجهك اليوم في التصاميم اللي حتقدميها؟ خصوصا اللي شدني أكثر في موضوع تصاميمك أنك مهتمة كثير بالاستدامة وهذا أيضا تحقيق لرؤية 2030 فحكيني عنها أكثر. تمام. أول حاجة خليني أقول إيش هي الاستدامة. الاستدامة هي أنه من اسمها تخلي الشيء مستدام بأنه يديم فترة أطول. زمان لو نرجع أيام زمان إيش كانوا يبنوا؟ كانوا يبنوا بالمواد المحلية، يطاروا تحتهم ويبنوا على قال في اقتباس لحسن فتحي بالضبط زي كذا بيقول. فهذه المواد أصلا هي موجودة هنا وطولت لأنه البيئة تناسبها، ما يقدر نجيب مواد تانية خارجية ونخليها ونتوقع أنها تستدام هنا زي الحجر المنقبي مثلا. حجر المنقبي في البلد ألين دحين صامدة البيوت بالرغم من عمرها قد إيش. كمان توجيه المبنى نفسه يختلف من مكان للتاني، يعني مثلا عندنا إحنا دائما الرياح تكون من الشمال، أوكي؟ فلازم توجيه المبنى وشبابيكه والجلسات البلكونات تكون من الشمال. ما ينفع أروح عند واجهة تكون الشمس فيها قوية وأعمل فيها بلكونات، البلكونات هذه ما حد حيجلس فيها حينسلخوا حينحرقوا بالضبط. بالضبط هو ده. فالاستدامة تتكلم على إن كيف تخلي المبنى شغال حتى لو بدون كهرباء. طبعا احنا ما نقدر نستغني عن الكهرباء بس يعني على الاقل نقلل استخدامنا لها. لو المبنى كان مصمم صح حتقل تكلفه الكهرباء انت تستخدميها 70%. صح اتفق معك، خصوصا في من هذه الناحيه راح تقل الفواتير وراح نوفر على نفسنا الكثير من الفلوس. صراحه فكره جميله جدا. نحن نشكرك على تواجدك اليوم معنا مثار، ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوف تصاميمك على قريب باذن الله. ميان إيش رأيك نطلع فاصل بمعزوفة من أناملك الجميلة؟ يلا نسمع.